اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في نيويورك أمس مع معالي الدكتور عبد الله أبو حبيب ووزير الخارجية والمقتربين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة وذلك على هامش انعقاد المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية. وتم خلال الاجتماع بحث مسار العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والتي من شأنها تنمية العلاقات على كافة المستويات خدمة للمصالح المتبادلة كما بحث الجانبان مستجدات الاوضاع الاقليميه الراهنه وارتفاع حده التوتر والتصعيد على الحدود اللبنانيه الاسرائيليه وانعكاساتها على الامن والاستقرار في لبنان وتطورات الحرب على قطاع غزه والجهود الراميه لوقف اطلاق النار وتيسير وصول المساعدات الانسانيه الى السكان المدنيين. وتم التاكيد خلال الاجتماع على اهميه تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1701 والمتعلق بالوضع في لبنان وتخفيف حده التوتر وتجنب التسعيد على الحدود اللبنانيه الاسرائيليه وتكريس الجهود لتعزيز الامن والاستقرار في لبنان وتقديم الدعم العربي له لمواجهه التحديات السياسيه والامنيه والاقتصاديه وانعكاساتها على امن لبنان واستقراره وازدهاره.